اجي اخذك. هذه آخر كلمات الطفلة الفلسطينية هند رجب، ابنة الست سنوات التي هز صراخها العالم قبل تأكيد الهلال الأحمر العثور على جثمانها هي وخمسة من أفراد عائلتها في مركبتهم التي كانت تقلهم قبل 12 يوماً في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة. هند ظلت وحدها بين جثامين عائلتها الذين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي محاصرة بالدبابات، بعدما لقيت ابنة خالها ليان 14 عاماً مصرعها أثناء اتصالها بالمسعفين لإنقاذهما. انت جوا السيارة؟ الهلال الأحمر الفلسطيني أكد كذلك العثور على مركبة الإسعاف التابعة له في منطقة تل الهوى بمدينة غزة على بعد أمتار قليلة من المركبة التي كانت فيها الطفلة المحاصرة، ومقتل المسعفين اللذين كانا على متنها بعد فقد آثارهما أثناء مهمة إنقاذ هند. وقال إن الجيش الإسرائيلي تعمد استهداف مركبة الإسعاف فور وصولها للموقع رغم الحصول على تنسيق مسبق للسماح بوصولها إلى المكان.